السلام عليكم متتبعينا متتبعاتنا متبعي جريدة المغرب الحر. الآن كنتواجدوا بأحد المحلات المعروفة بالجودة بمدينة مكناس، الأمر كيتعلق بزاكي جي اس ام أو زاكي فون. كما غادي تعرفوا إن شاء الله المحل ديال سي زاكي جي اس ام أو زاكي فون من أحسن المحلات بمدينة مكناس، خدمة ما بعد البيع وجودة وإتقان وإصلاح وجميع ما يتطلب عالم الإلكترونيك. غادي نقربكم أكثر من المحل وغتشوفوا تتبعوا معنا جميع أنواع. هذا هو اللي كيتواجد بالنعيم، حي النعيم مدينة مكناس، اللي انتم كتلاحظوا هذا هو المحل ديال سي زاكي جي اس ام. هذا انتم متبعينا متتبعاتنا كما كتلاحظوا احنا غادي ندخلوا المحل ديال زاكي فون او زاكي جي اس ام المتواجد بحي النعيم بمدينة مكناس. شكرا. انتما كما كتلاحظوا الاخوان ديالنا هذا هو المحل، كما هضرنا سابقا جودة ما بعد البيع وأثمنة مناسبة وجميع ما يتطلب عالم الإلكترونيك بمدينة مكناس تجدونه في هذا المحل. كما كتلاحظوا سيداتي سادتي متتبعينا متتبعاتنا، احنا الآن معكم في محل ديال زاكي فون بحي النعيم. كريم خالدي، يمكن لك تعاودنا على المسيره ديالك في هذا الميدان هذا ديال العالم الالكترونيك؟ فوقاش بديتي؟ كيفاش دايره الامور؟ اعطينا شي، قرب الناس لهذا العالم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر القناه ديالنا اللي هي مميزه وتحياتي لها، وبسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا بالنسبه لهذا كما تيقولوا الالكتروني، راه مميزات وله تقنيات وله عده مجالات، مثل الهواتف النقاله، مثل الحاسوب، مثل الجهاز الكاميرات، كذلك انواع. انا كصانع كمشغل في هذا المجال، انا دابا خبرات ديال 12 سنه ما الله يبارك فيك، خبره ديال 12 سنه في هذا المجال هذا الا كتب الله. الامور الحمد لله راه غاده مزيان بالنسبه ليا انايا، كندير قناع يعني قناع باللي قسم الله، كنجيب الحاجه كندي فيها غير شي بركه قليله كنفكو. كاين الحمد لله نكتب وجهكم ونكتب وجه الكليان، وكما تيقولوا اللهم قليل ومداون كثير مقطوع. والحمد لله دابا التليفونات كاينين عده لاي مارك ديال التليفونات اللي هي خصها ضروري خصها تكون خبره وتجربه في هذا المجال. اذا ما كانش الخبره في هذا المجال في هذا المجال الالكتروني، ضروري الانسان شويه عاوتاني كيقدر كيقدر يعني كما تنقولوا ما بين قوسين. مهم راك بلا ما نوضح. نعم نعم نعم. الناس المتتبعين واللي بغيو يعرفوا، نعم، عاودنا على الطريقه كيفاش تعلمتي هذه الصناعه هذه، وعلى شكون اللي علمك؟ نعم، قرب الناس قربهم من هذا العالم هذا الالكتروني. اي حاجه مرحبا، اي حاجه اذا فيها الانسان راسو راه كيوصلها. انا بالنسبه لي انايا راه تعلمت مع شخص الله يعمر له الدار كما تيقولوا السيد الياس، راه عنده محل دابا في مرجان سكنه. تمام، هادشي اللي كيبغي المتتبعين يعرفوا. نعم نعم، واستفدنا منه بزاف د الحوايج، ومازال حد الان اللي حنايا كنستافدوا. لحقاش العالم الالكتروني راه ضروري هذاك، كل ما تطور كل ما خاصك تستفاده، راه ما عندوش حد لهذا المجال الالكتروني بصفه عامه. وكان
كنزيد ندير شويه ديال الخبره وتجربه في هذا المجال هذا. بالنسبه لدابا كاينين عده لي مارك الجهاز ديال الهواتف النقاله اللي كاين اللي فيها مثلا 3 جيجا في الرام، كاين اللي فيها 2، كاين اللي فيها 4، كاين اللي فيها 6، كاين اللي فيها عاوتاني بالنسبه للجيجا عاوتاني ستوكاج كاين فيها 64، كاين اللي فيها 128، كاين اللي فيها 156. ولهذا الانسان خصو كما تيقول حنا في الجوده، عندنا الجوده وفي خدمه المواطن وفي خدمه الكليان. نعم. العراقيل اللي كتلقاو في هذا الميدان هذا، راه اي ميدان ما كيخلاش من العراقيل، شنو هما العراقيل اللي كتلقاو بالنسبه للعراقيل؟ بالنسبه للسلع اللي ما كتشوفرش او النقل او شنو بالنسبه للمواطن يعرف يعرف شنو المشاكل اللي كاينه هناك شويه في هذه الازمه هذه ديال بالنسبه للكورونا، شويه القضيه يعني صعبت شويه وغلات السلعه ويعني وكما تيقولوا صعوبات ديال الترونسبور عاوتاني بالنسبه كتشري سلعه من كازا ولا من فاس خصك ترونسبور، خصك بزاف الحوايج. الانسان راه الانسان راه خصو يعرف هذا الشيء بان راه كتوصلنا السلعه راه حتى زرا تدوز علينا. نعم والانسان نعم راه كاينه صعوبات، راه كاينه صعوبات بزاف في النقل، في وسائل النقل، في يعني عاوتاني في المحلات كاينين عاوتاني الانسان خصو يخلص الماء، الواي فاي بما يستعمل الواي فاي النت راه حنا ضروري خصنا الواي فاي، كاين الضو، كاين الضرائب، كاين عده مسائل اللي هي كان يعني كان مخسور ديال الوسائل المخسور ديال الالكتروني. نقطه اخرى سي زكريا، مرحبا. اللي كيبغي يعرف المواطن، رغم ان كاين العراقيل، واش بالنسبه لكم بعض المرات انكم ما كتجيبوش شي سلعه وتلقاوها مثلا قديمه او كتلقاها مزوره او كتلقى، واش كطيحوا في هذه المشاكل هذا؟ بالنسبه للانسان اللي محترف مازلنا كنهضروا على العراقيل. نعم نعم. بالنسبه للانسان العراقيل، بالنسبه للانسان اللي محترف وكان في هذا الميدان هذا 12 سنه، راه ضروري يجي الانسان كتشري منه الهاتف النقال، خصك ضروري تقلبه. كاين عاوتاني اللي بعض الوسائل بعض الصعوبات اللي مكتبانش في التليفون ديك الساعه حتى تشريه وتشارجيه وهذه وتتخلص الكليان وتيمشي وهذه، وتتلقى مثلا فيه تيتطفى، تتخدم به ساعه المكنه ساعتين كيتطفى، دابا ما حيت كسردوا الكليان ما حيت كتشدوا، وهنايا عاوتاني فين كنتقصحوا بالنسبه لهذه في حاله الهواتف اللي بونو كازيو. يعني بالنسبه للجديد، راه حنا كنشريو من الشركه فيها عام الكارانتي وما كاينش صعوبات الحمد لله ما بيننا وبين الشركه، وهذا هو اللي كاين الحبيب. وزاد كنلاحظ واحد النقطه، واش دابا هذه الصناعه اللي انكم نتوما تعلمتوها، واش نعم. تلقنوا شي اجيال اخرى، واش معكم مثلا، واش حتى نتوما كتبغوا تعلموا شي وحدين اخرين، او هاد الشباب ما كيلتجوش لهذه الصناعه؟ هناك فئه قليله كما تيقولوا اللي كتبغي تتجه لهذا العالم الالكتروني بصفه عامه، فئه قليله، ولكن كما تيقول لا يوجد حد في هذا العالم الالكتروني. لا يوجد حد في هذا العالم الالكتروني، لا غير هو زعما. واش بالنسبه للشباب كتجيهم هذه الخدمه صعيبه؟ نعم. او هاد الشباب ديال هاد الوقيته ما بقاش كيبغي يتعلم، شنو؟ نعم. وانت دابا حاليا واش كيجيوك دراري مثلا يطلبوا يتعلموا دابا انك بالاخص ان حنا كنعيشوا في هاد العطله الصيفيه، واش كيجيوك زعما شي دراري كيبغوا يتعلموا هاد الصناعه او لا؟ هناك نسبه قليله اللي تتبغي تتعلم وتتقول لك عافاك انا ما عندي غرض بالخلاص، ما عندي غرض بشي حتى بشي حاجه، عندي غرض غير نستافد منكم وتستافدوا يعني ونعمروا ونشوفوا الاثمنه ديال الهواتف يعني ونستافدوا منك، هذا هو اللي كاين صديقي. الرساله اللي كتبغي توجه للزبناء، لا ديالك ولا الزبناء، اللي انهم كيمشيو للمحلات الالكترونيه، نعم، شي رساله كتبغي توجه؟ نعم. او شي نصيحه من عندك انت كحتى كمعلم حريفي، شنو النصيحه واللي كتبغي توجه للناس؟ الزبناء. نعم، كنقول للزبناء الكرام بان راه المليح راه داير الثمن، من المليح الحاجه المليحه راه دايره الثمن، وكنقول لهم انا بالنسبه لي انا كبائع وصنايعي في هذه الحرفه هذه كان قانع بشي بركه، ولاني راه عندي سلعه ومزيانه، يعني حاجه مزيانه في المجال الجديد وفي المجال المستعمل. شي اخر كلمه سي زكريا؟ كنشكركم وكنشكر هذه القناه هذه ديالنا اللي قناه طيبه،
وتنقول المغرب الحر قناة طيبة المغرب الحر، وكنقول لهم شكرا على هذا الروبورتاج هذا. وانا كان صراحة 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 كنقول الناس ما يطيحوش علينا التل في هذه الحرفة هذه كبيعة وشراية، ما يطيحوش علينا التل في هذه الحرفة هذه. رسالة كنوجهها لجميع البائعين الهواتف النقالة، كنقول لهم بان هذه الحرفة هذه ما تطيحوش عليها. الله يجزيكم بخير وشكرا لكم وتحياتي لكم.